بأمر من جلالة الملك محمد السادس استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بالقصر الملكي بتطوان الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 15 للمخيم الصيفي والذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، مبادرة تعكس العناية الدائمة التي يوليها جلالة الملك للمدينة المقدسة ولسكانها. نتابع التفاصيل مع عبد الرحيم البحديوي بتحرير سعيد أجلة. عناية دائمة يوليها جلالة الملك لمدينة القدس وسكانها وللأطفال المقدسيين نصيبهم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن استقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 15 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، ما يعكس مكانة القدس عند جلالة الملك محمد السادس. استقبال جميل وحلو، ونشكر جلالة الملك محمد السادس، نشكر سمو الأمير أن استضافتنا على هذا المحل الحلو واستقبلنا الاستقبال الحلو هذا. فرحين جدا بهذه الاستضافة، وإن دلت على شيء فهي تدل على الحب الكبير للمملكة المغربية للشعب الفلسطيني، وإن شاء الله هذا الحب متبادل دائما منذ قديم الزمان. إحساس جميل وفريد من نوعه، وطبعا بشكر سمو الملك وعلى هاي الزيارة وعلى هاي الاستضافة الجميلة الحلوة. الأطفال المقدسيون استفادوا من الدورة الحالية للمخيم والتي أطلق عليها اسم يعقوب المنصور الموحدي، فمنذ إطلاق هذه المبادرة سنة 2008 ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 750 طفلا. هذه مكرمة سامية كريمة من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس حفظه الله في حق هؤلاء الأطفال والبنات من القدس الذين حلوا بالمملكة المغربية للمشاركة في الدورة 15 للمخيم الصيفي تحت رعاية سامية لجلالة الملك. هذه الدورة تراكم في الحقيقة عمل مهم يقوده جلالة الملك في القدس على كل المستويات الاجتماعية، بذلك في الصحة والتعليم والإسكان. مناسبة قدم خلالها الأطفال هدية تذكارية لولي العهد الأمير مولاي الحسن في صورة تجسد معاني الأخوة والتضامن، وهي خصال ليست جديدة عن الشعبين المغربي والفلسطيني.